فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حصل نقاش حفظك الله في مسألة أن الأصل في المسلم هو العدالة، وأن هذه قاعدة متفق عليها بين العلماء، إلا أن البعض يخالف محتجا بقوله سبحانه: إن الإنسان لفي خسر، وقوله سبحانه الإنسان، الإنسان ما قال المسلم، يقول إن الإنسان هذا الأصل فيه الإنسان، أما المسلم فالأصل فيه العدالة. نعم.